السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: بين جلال الصغير وهمام حمودي تصريحات بعيدة عن الواقع العراقي حول الحرية وصلاح السياسيين في العراق. وفي العنوان الثاني: من نينوى إلى البصرة حال مأساوي للعراقيين جعل بعضهم يناشد لإعانتهم من الفقر المدقع. ولدينا في العنوان الثالث: حيدر العبادي ينتقد السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة، والنائب رحيم الدراجي يرد مهاجما العبادي. ولدينا أيضا ضمن عناويننا: حاكم الزاملي، المنافذ الحدودية للعراق تسيطر عليها الميليشيات وبعض العشائر ويرفض تسمية المسؤول. في أول أخبارنا، أول مقطع نعرضه لجلال الصغير صاحب مقولة عوف النستلة في سبيل التقشف. هذا الشخص يبرئ ساحة البرلمانيين من الفساد ويتحدث عن الفاسدين ويقول إنهم من النظام السابق وما زالوا موجودين. فنشاهد. 4 سنين وين كنتوا؟ وراها بس تطلع النتائج هم راح يشوفوكم الناس هم توقف بكباتكم وتوزعوا الفولات. احنا ندري بهالمسائل، يعني الناس هم يفترض ان تدري بهاي القضايا وتلتفت من يوزع. انا سبق في كل الانتخابات قايلها، اللي يقدم فلس اليوم ترى باكر يريد ياخذه مليون. لا تقولون باكر ليش اكو فساد، لا تقولون باكر ليش اكو خيبه امل، رغم ان الفساد هو ما له علاقه بالبرلمانيين، في غالبيه الاحيان هو موجود في داخل هاي الدوله، وغالبيتهم ما شاء الله من عهد النظام السابق، غالبية الموظفين القدامى لهم هذا الامتياز اللي قدروا يعبثون واستغلوا صراع الناس ويا الأحزاب وخلوا كل قضية في مرمى الأحزاب. ما أقول الأحزاب بريئة، لا، بعضهم سيئين للغاية، وبعض أفرادهم من هذا الحزب من ذاك الحزب هم ما أسمي أحد، بعض أفرادهم واقعا في غاية السوء وفي غاية النذار. بس هذا تقول لي إسلامي علماني، كلهم من حمل أسماء معينة ومد امتدت يده. أكو شيوعيين أخذوا باقوا، أكراد باقوا، قوى يسمون نفسها مجتمع مدني باقت سرقت وعليهم ما شاء الله، وأكو ناس أيضا ينتسبون إلى الأحزاب الإسلامية وصلوا بطريقة أو بأخرى متسلقين متواصلين مع أهواء قيادات صعدتهم انتخبتهم أيضا سرقوا وباقوا، هذا حقيقة واقعة. لكن هنا أنا اكو كلمة التعميم، كلهم حرامية، كلهم باقة، وكلهم ما إلى ذلك. يا أخوان، يا رسالة تريدون توجهوها لأنفسكم وللشعوب الأخرى، هل تريدون تقولون العراق ما بيه خير، كل الموجودين ما بيهم خير وما بيهم حظ وما بيهم نزاهة؟ معقولة يعني هذا الكلام؟ مو احنا نفس هذا الشعب اللي المرجع قال له لا تأكل من أموال الكويت وجنب نفسه من أن يمد إيده إلى أموال الكويت لو غيرنا؟ مو هو نفس الشعب هذا اللي خاطب المرجع وقال له المال العام لا تمد ايدك اليه والناس كانت تحتار شلون تحقق؟ طبعا ان كان يقارن كلام همام حمودي بكلام مشعان الجبوري وهو نائب في البرلمان، فيعني يعرض التصريحان ويمكن للمشاهد العراقي ان يحدد بنفسه من هو الصح. مشعان الجبوري بكل صراحة أعلن أو صرح من خلال إحدى اللقاءات، قال بأن كل الموجودين من البرلمانيين هم لصوص سراق مرتشون سرقوا الأموال، أخذوا رشا، ساهموا بصفقات فساد وقاموا بالإشراف على كثير من صفقات الفساد التي حدثت. ينتهز البرلماني المنصب من أجل أن يستغل هذا المنصب، النفوذ، الصفقات، الامتيازات وغيرها. لن يصدق أحد كلام همام حمودي لأنه الكلام يخرج من البرلمانيين أنفسهم، يقولون نحن فاسدون. هذا كلام، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية قضية الحديث عن الأموال العامة ومن يسرقها ومن يأخذها. تريليون دينار أو تريليون دولار أمريكي اختفت من العراق في فترة حكم استمرت لأقل من 10 سنوات ما بين نور المالكي والحكومة التي قبله وحتى حيدر العبادي، اختفت ولا أحد يعلم أين هي. كل هذه الأموال هي أموال عامة، أموال الشعب العراقي. نأتي إلى نقطة أخرى من هذه التصريحات، وهي تصريح نائب رئيس البرلمان همام حمودي الذي يتحدث عن الحرية في العراق التي يعيشها العراقيون ويقول لا دولة مثلكم في المنطقة أيها العراقيون. فلنشاهد. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة،
هذه الحرية التي تعيشونها، هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أي نوع من أنواع الحرية التي يتحدث عنها همام حمودي، وإلى من يوجه هذا الكلام؟ هل يوجه الكلام إلى الصحفيين الذين يعتقلون عند نقل بعض الحقائق؟ هل يوجه هذا الكلام إلى المتظاهرين الذين اعتقلوا والذين أبيدت تظاهراتهم وتم الاعتداء عليهم في كثير من المظاهرات سواء في بغداد أو في الأنبار أو في محافظات أخرى؟ هل هذه هي الحرية؟ هل الحرية التي يتحدث بها أي نائب مثل الربيعي، موفق الربيعي، والذي يقول لا يمكن أن نترك السياسة ولا يمكن أن نترك هذه السلطة ولا يمكن أن نترك هذا المنصب؟ هل هذه هي الحرية؟ هل أنواع الحريات أن نرى هذه الأعداد من المعتقلين في السجون؟ هل نرى هذه الاعتداءات؟ هل نرى التهجير؟ هل نرى الميليشيات القمعية التي تهدد حياة المدنيين وتهدد أرواحهم؟ إن تحدث أي شخص بكلمة ضد هذه الميليشيات أو ضد أي جهة سياسية؟ هل الحرية هي التي شاهدناها عندما اعتقل باسم خزع الخشان لانتقاده مجلس المحافظة، لأنه مجلس فيه شبهات فساد وقام بارتكاب بعض من المشاكل المتعلقة بسرقات وغيرها؟ هل هذه هي الحرية التي يتحدث عنها همام حمودي، أم إلى من وجهت هذه الحرية؟ في الخبر الثاني طبعا، معاناة من الموصل ورسالة ومناشدة من رجل مسن فقد عائلته في الحرب على المدينة، فلنشاهد. رمش كتابك أمو الله تعدد إن شاء الله بتجني هاي تشفى والقرآن قاعدكم بالجامع والقرآن بالجامع أمو منو قاعد معك بالجامع؟ موتي وبناتي اثنين معوقين يقولون جواتهم يخون أنا ونورة بالجامع وشعيهم تبارك الرحمن شارع الأسدي البول وخوة جواتهم والماصرة تعضل سينك ما معلوم ما تموت على هاي اريد هبه يما ما نجيب عاد الله حطه وخذها هاي صوره يعني هاي مالها خطيه كنا نبيع بقى هون انا لاقي هاي صوره خطيه خليتها توبط وجهج وتعمل وعيا ماتت هاي خلي وديني على الخيام على حمام علي هاي مسبحتها يعني ويسه بوه ويسه بتقبل وجهي اهل المروه اهل الشعامه اهل الغيره يشيلوا لي يودوها والله ما عندي والله ما عندي بالله ما عندي محمد ما عندي بالقرآن ما عندي بالإنجيل بخبر رسول محمد إيه جاي ما تبارك الرحمن شارع الأسدي بسوق البقاء قاعد بالجامع أمو إن شاء الله نحن رسالتك هاي نوصل الناس والخيرين الله إن شاء الله ما يعوفوك إن شاء الله يرضى عليكم الله يستر عليكم أنت مصيبتك كبيرة إيه والله وحق نبينا محمد باقي من تحررنا ويسر يا حمام ما جي ما سمعت هاي سمعت جوش قطر قم الغاسم انت فكي غاسم وشاعي دمرته يعلم من هو امشي وقعد بشوق النبي يلا علي من هو علي من هو تعال انت اختي انت امي يعلم من هو والقرآن ومحمد اهل الامر ويمطوني هاي سعب الشيخ انا قال لي هاي توكل بالله توكل بالله والله امو احنا نتمنى ساعد اكثر بس اتخشى عن مصيبة كبيرة والموسم يرحم ابوك هاي مالها خطيب اي ما هي ما ستر ان شاء الله لا بد الخير ما بد ما نعوفك ان شاء الله وحتى بي نعوفك ولا الخير ما يعوفك ان شاء الله والله هاي ما بد لا موت هاي ما منو مسوي هاي مال هي هاي خطيه حليناها من حقها وسلتها المره هوني وصلوا لها واحد بدار حقها وجابوا لها كفن اهل المروه وجيل معاي هوني بالمنطقه 20 رجال جاب معاي حفاوله هاي مالها هاي انا ما ستر اجي عليها رحمه بها واحد بالشيخ انا يقولوا عليها لا يشيلوها يعملون المولده جيتوا طيب يا أنا ما عندي وين أهل المروة يشيلوها يودونيها أشو ماتت بنتك وقع صاروخ يمنا وقف قلبها ماتت ماتت شضية مرتقية تخي الله شضية ماتت وقف فيها قلبها ماتت نحركها ماكم وبيدها المسبحة والقرآن بيدها ويا بدخل الشي بلسان ليبسي لا تجيها شضية تخاف على واحد وقف قلبها وقف يمنا صاروخ أنا إيدها ماكم قلبها جبتوها هوني قال يا أبا متى خلوا إيدها قال حجي بقية بحياتك قمنا نطموني مضم الجاوة شاعة قال والله توفت يعني هي من القصف لها؟ ايه توقف قلبها وبنت الاخ اللي ما طلعت بعد من القاضي ماكو اي راحت هذيك توفت ننتقل من نينوى الى البصرة حيث نشاهد حالا مأساويا اخر
لرجل مسن يناشد العراقيين لإغاثته بالطعام وإن كان من الطعام الفائض من المائدة العراقية. فلنشاهد. السلام عليكم يبا، شوكم بويا، شو صحتكم، شوكم زينين بويا؟ أبدي برسالتي بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بويا دقيت باب الله وبابكم يبا، وما لكم سدون بابكم وبيه يبا. بويا اعتبروني أنا وبنياتي قاعدين ببابك يبا، قاعدين ببابك، سد بابك وبيه. اعتبرني قاعدين ببابك، سد بابك وبيه يبا. الله يرحم والديكم بويا، واطلبوا المساعدة من الله ومنكم يبا، اطلبوا المساعدة من الله ومنكم. بويا انا رجال وياكم حج حامد من العراق ومن البصرة، حج حامد من العراق ومن البصرة، ضايف الله وضايفكم، وبغيتكم المساعدة ساعدوني، رجال معوق يبا، رجال معوق يبا، رجال معوق. جالس بعرب انا يبا، والله ابويا ما عندي لا حول ولا قوه، شهادة الله ورسوله يبا، ولو بالكعبه ابويا ما عندي لا حول ولا قوه ابويا، والله ابويا اكل ما عندنا ناكل، اكل ما عندنا ناكل يبا، ورجال صاحب ابنيات يبا، عندي اربع كبار استحي يجي يصورون وياي، وصاحب الابنيات لان الصغار، والله ابويا اكل ما عندنا ناكل. ما عندك الناكل، عندي هالبنية هاي تحتك جبيبان وتجيب لنا أكل من عندهم، يوم تجيب لنا ويوم ما تجيب لنا، شكوتنا لله وشكوتنا لكم أنتم أهل الخير. ويا أنا شيعي وجعفري وأنتم شيعة وجعفريين، ويا شنو الفرق بيني وبينكم؟ الله يرحم والديكم، شنو الفرق بيني وبينكم؟ ويا أنتم لازم تساعدوني أنا، ما عندي لا حول ولا قوة، أنا أخوكم ويا. أخوكم والله ويا كاتلنا يبا، والله ويا رجال معوق أنا يبا، ورجال مريض، رجال مريض يا يبا، والله بالشتاء بريد وبالصيف حارة يا يبا، وشكوتنا الله، وأنا شيعي وأنتم شيعيين يا يبا، بويا أطلب من الله ومنكم أنتم، أنا مو شيعي أطلب من عندكم أنتم من شيعة، أطلب من عندكم الجزور اللي الظالم مالت القدم مالتكم بالصومال تمونها وتزوليها. هذا المقطع في أغنى مدن العراق، في واحدة من أغنى المحافظات العراقية، نرى هذا الحال المأساوي. كما لاحظتم قبل قليل عرضنا من الموصل وعرضنا من البصرة، عرضنا السني والشيعي لا فرق، الكل يعاني في العراق في ظل وجود سياسات خاطئة اتبعت تجاه العراقيين لتزيد من معاناتهم وتزيد من هذه المأساة التي حقيقة يعانون. بعد الحصار جاءت هذه الحكومات لتسلب ما هو موجود كما يقول العراقيون، والواقع هو هذا كما شاهدتم. نتحدث عن قضية الاقتصاد وعن قضية الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال. حيدر العبادي ينتقد السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة، والنائب رحيم الدراجي يرد مهاجما العبادي. فلنشاهد. أنا أقول لكم الحكومة الآن تستطيع أن تنفق المال وما تفكر بعد أربع سنين شو يصير، تتركها على اللاحقين كما صار في السابق. زين أين نصل؟ هاي أمانة لو خيانة؟ أعتبرها خيانة الأمانة. إذا كانت الحكومات تتحرك من أجل الكسب الانتخابي وتنفق ما في اليد على أساس يأتيها ما في الغيب، هذه خيانة الوطن. عليك أن تفكر مصلحة هذا الوطن بعد أربع سنين، خمس سنين، عشر سنين. انت الان كل مواطن عراقي بسبب سوء ادارتك للدوله وبسبب سياستك للدوله وبسبب هدرك لهذه الاموال، اليوم كل مواطن عراقي مطلوب 4200 بسبب هاي القروض اللي الان وصلت لحد هذه لحد الشهر الثامن 2017 17 مليار و700 مليون دولار، 117 مليار و700 مليون دولار. هذا قروض بدون فوائد، قروض مع فوائدها، بعد فوائدها بعد فوائد. أكثر لذلك احنا نقول هاي الأجيال سوف تتبع ثمن سوء إدارة هذه الدولة. طيب ننتقل إلى موضوع آخر. حاكم الزاملي يقول المنافذ الحدودية للعراق تسيطر عليها الميليشيات وبعض العشائر، ويرفض تسمية المسؤول عن هذا الموضوع. فلنشاهد. لا شوف، المنافذ بها فساد، والمنافذ مسيطر عليها بعض الميليشيات وبعض الأحزاب وبعض العشائر،
واحنا قايلين مناطق الحرة ما عندنا مناطق حرة يعني هذا كلام مزاج. وين المناطق حرة يعني؟ ما عندنا شيء اسمه منطقة حرة لحد الان، من ما صار منطقة حرة، عندنا منافذ حدودية. زين من جاب هاي المعلومة؟ سنحكي على المعلومة اللي ما اعرف انا هسه هذا انا سليني انا رئيس لجنة من الدفاع، هسه كل واحد يحكي بالتلفزيون يعني بكيفه ماكو رقيب، لكن اكو منافذ مفتوحة. المنافذ اليوم اهل العراق لو كان هناك حكومة قوية وحكومة تحاسب وحكومة تستفيد كان تعادل موارد النفط. المنافذ الحدودية اليوم البضائع تجي من إيران ومن تركيا ومن الأردن ومن الجنوب مليارات، لكن وين تذهب هاي الفلوس؟ بجيوب المفسدين. بجيوب الأحزاب. كان هذا تصريحه من المنافذ الحرة. المنافذ الحدودية مسيطرة عليها من قبل الأحزاب والميليشيات. صح. لكن لحد الآن ما ذكرت أي أسماء. لا لا تخافون من ذكر الأسماء، وأنت معروف عنك أنت والجهة السياسية اللي تنتمي إلها ما تخافون من أحد. لا لا أنا أقول لك أنا ما أريد أسمي أسماء حتى لا أدخل بجانب التشهير وتسقيط الناس حتى أنا أكون قدام المواطن إحنا نزيهين. إحنا نسمي الأحزاب. دخلنا أحكي لك، كل الأحزاب متورطة بالمنافذ الحدودية، كل الأحزاب. في فقرة آراءكم طبعا موضوع ملفت للانتباه حقيقة. صاحب مطبعة في محافظة البصرة، مطبعة لطباعة الأوراق أو غيرها، يضع لافتة كتب عليها إلى كافة المرشحين، أي المرشحين للانتخابات، الدفع مقدما لعدم الإحراج. فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل البصرة. واحد من أصحاب المطابع في مدينة البصرة باختصار طبعا كتب هاي اللافتة، الدفع مسبقا من قبل المرشحين لعد المرشحين. إيش قد داقين بوري بأصحاب المطابع؟ إذا أنت فقر وجاي ترشح شو تريد تسوي؟ تريد بوك 100%، فأكيد اللي ما راح يعطي فلوس راح يسرق البلد. فأرجوكم يا مرشحين لا تفشلوا نفسكم ويا بالمطبعة، وأتمنى بالمطبعة أي واحد يقول له ما عندي فلوس وبعدين من نستلم راتب البرلمان أنطيك ودي اسمه إلي أنا، حتى أقول أن هذا فقر فلوس البوستر ما أنطى، شلون بعدين راح يخلي له جكسارات ويخلي له قصور ويخلي له مزارع وما أدري شنو؟ فبالتالي هاي أول استغاثة من أصحاب المطابع للمرشحين. مهتلف فقر ما عندك وجاي ترشح وبوسترك بالدين ونصف راتبي للأيتام، دطين له بالمطبعة أول مرة وبعدين. هاي أول رسالة. الله يعطيكم. دعونا نتابع التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. في أول تعليق جلال يقول وين راح يخلون هاي البوسترات فوق الزبالة اللي تملأ الشوارع؟ فعلا سؤال وجيه. في تعليق آخر حيدر يقول يا أخي غير يجون حفاي ويصير عندهم قصور وبنوك بالخارج من الوطن، طبعا هو كله من الوطن. وأيضا ضمن التعليقات بهاء يقول علي على فكرة بدوا يفترون على بيوت على مود الانتخابات، بصراحة سياسيين منزوعي الحياء قاموا يفترون حاليا على بيوت حتى يأخذ أصوات. موسى يقول إذا من هسه على أبو المطبعة تقفصون باكر شو حتسوون؟ الله أعلم. وضمن تعليقاتنا أيضا حامد يقول المرشح حتى ما يخسر على نفسه ويدفع فلوس البوستر تردون بعدين، حتى ما يخسر على نفسه ويدفع فلوس البوستر يتردون بعدين إنه يطل الشعب، يعني هل من المنطقي؟ وآخر التعليقات علي يقول فلوس المطبعة ما ينطيها فكيف يريد ينطي للأيتام؟ شو راح يعطي للأيتام إذا ما يقدر يدفع ثمن البوستر الذي من خلاله سيعلن عن نفسه وعن برنامجه وترشحه للانتخابات؟ نراكم بعد قليل. في فقرة هاشتاج طبعا كثرة النفايات التي انتشرت حقيقة في كثير من المحافظات العراقية، وهذه الأزمة التي طبعا تسبب كارثة بيئية، تشوه للمنظر العام، وكثير حقيقة من المشاكل التي يعاني منها أهالي المحافظات في العراق بشكل عام من موضوع النفايات. دعونا نتابع الوسم بعنوان حكام النفايات. هل علي طبعا يقول هل يوجد في البصرة رجال لإنهاء هذه المهزلة؟ كفى سرقة، كفى ضحك على الذقون. في تغريدة أخرى محمد يقول أنقذوا أطفال البصرة من الأمراض التي تسببها تجمع النفايات في المحافظة، مأساة حقيقية تضر للبيئة والمجتمع، الصحة وغيرها.
وضمن تغريداتنا أيضا زين يقول شباب البصرة يطلقون حملة شعبية كبرى للمطالبة بإيجاد حل جذري لأزمة النفايات، ونتمنى طبعا لها النجاح. وآخر التغريدات باقر يقول نطالب بتسليم ملف التنظيفات إلى مديرية بلدية محافظة البصرة والاعتماد على الجهد الوطني ومنع استغلال الملف سياسيا وانتخابيا. للأسف الشديد هذا ما سيحاول البعض أن يقوم به من المرشحين أو غيرهم، محاولة الالتفاف على هذه القضايا ومحاولة إيهام هذا المجتمع أو إيهام الجمهور الناخب بقدرته على حلها، ولكن الحلول هي حلول وقتية وليست حلول جذرية لهذه الأزمات التي يعاني منها العراقيون بشكل عام. نراكم بعد قليل. في فقرة بعد الهاشتاج مواضيع متنوعة نعرضها لحضراتكم. أول مقطع لدينا هي أزهار صناعية تجذب النحل كبديل عن الأزهار الطبيعية. طبعا هذه العملية ستساعد في المستقبل لقضية إنتاج العسل بشكل غير طبيعي ربما، فنشاهد. وأخيرا مشعان الجبوري شخصية ملفتة للانتباه، كثير من التناقضات، دعونا نشاهد. دام حسين من قرية بائسة لم تنتج إلا المجرمين والقتلة، وليس هناك فضل نعم حيدر لو سمحت لأحد علينا في حسمها غير الشقيقة والجارة إيران. يا أهل الحنان ده كله أهل. العصائب أبطال وبدر أبطال قدموا، وميزة هذه المعركة وهذه أقولها لأهلي في الموصل، اليوم حققنا نصر نظيف، المدينة عامرة والقطنة ما بتهدي. صارت تجاوزات، أحرقت بيوت، أحرقت محلات، ولكن أنا أعرف المالكي كما لا يعرفه حزب الدعوة. أنا المالكي بمجلس النواب قال لي أقسم بالله اللي عندك يوم صار رئيس الوزراء أنا ما طبيت بغداد،
المالكي اليوم كما أراه أنا كما نسمع عنه مملوء بالإيمان في التمسك بوحدة العراق. السيد فوزي موجود في المكان الخطأ لأنه يدافع عن حكومة رئيسها متورط في عمليات قتل منظمة، سافك للدم المعصوم وهاتك لأعراض الرجال، هاتك لأعراض الرجال نعم، وحرمات النساء، ومهلك للحرث والنسل. اتخذت رشوة؟ اي والله شرفي اخذت. تكذبت ربي سموش. ابيع نفسي لاول مشتري اتي، ابيع مقرورا حبيباتي وكلماتي. حلوه وابيع نفسي. انا لم اتقاضى رشوة منذ ولدت على الحياة اطلاقا. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين. أنا كذا مرة شابع كتل بالشارع لأني تدخلت فيما لا يعنيني. أيوة أنا، بس دي صور قديمة بقالها يجي سنة. أنا شخص أمشي بالشارع وبلا مبالغة، ما طلعت بالشارع وما في 200-300 واحد رجال ونساء صوروا وياي، فلا أعتقد أني مظلوم. وفي الختام أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.